بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا في شرح العقائد النسفية عند باب أو الكلام في أن المعدوم ليس بشيء. المعدوم ليس بشيء، قال رضي الله تعالى عنه: والمعدوم ليس بشيء إن أريد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون، يعني المحققون من أهل السنة. المراد هنا المحققون يعني من أهل السنة. ما هو المراد بالشيء الثابت المتحقق على ما ذهب إليه المحققون، يعني من إيه؟ من أهل السنة. وما الذي ذهب إليه المحققون من أن الشيئية ترادف الوجود، تمام، والثبوت. يعني كلمة شيء وموجود وثابت ألفاظ متساوية أو مترادفة. يبقى إيه؟ الشيئية ترادف ليه؟ الوجود والثبوت. يعني كلمة موجود وشيء وثابت كلام إيه؟ أو ألفاظ معناها إيه؟ مترادف. لكن في عبارة الشيخ نفسه، الشيخ التفتزاني في شرح المقاصد: الشيئية تساوق الوجود مش ترادف. وفي تقريبا نسخة فيها إيه؟ تساوي. يبقى في ترادف وإيه؟ وتساوي وإيه؟ وتساوق. فالثابت في الذهن أو الخارج موجود فيه، وكما لا تعقل طبعا عند أهل التحقيق الواسطة بين الثابت والمنفي. يعني هل في واسطة بين النفي والإثبات؟ هل يعقل؟ يا إما الشيء منفي يا إما إيه؟ إما ثابت أو مثبت. فكما أننا لا نعقل واسطة بين الثابت والمنفي، فكذا ليس هناك واسطة بين الموجود والمعدوم. خلاص كده. المنازع لو بينازع في هذا أو يقول يفرق، قلنا إيه؟ المحققون على أن إيه؟ الشيئية لو قلت موجود أو شيء أو ثابت كل ذيه ألفاظ مترادفة، ولو قلنا عدم يرادفه الإيه؟ النفي. يعني كلمة عدم وكلمة نفي واحد. فهذا حكم ضروري. يعني أقول لك هو ده إيه؟ يعني زي ما أننا لا نعقل واسطة بين الثابت والمنفي، فكذلك ليست هناك واسطة بين الموجود والمعدوم. هذا حكم ضروري لم ينازع فيه إلا المعتزلة، تمام كده، القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت. يبقى هم إيه؟ ليس عندهم كلمة ثابت وشيء وموجود ليست مترادفة، فيقولون إنه الثبوت أعم إيه من الوجود. فالشيء عندهم ثابت، يبقى كلمة ثابت مش معناها موجود. فكل موجود له ثبوت، لكن ليس كل ما له ثبوت له إيه؟ ومن هنا جاءت الواسطة، خلاص، بين إيه؟ بين الوجود والعدم. لكن احنا نقول إيه؟ هل تعقل واسطة الشيء يا إما نفي يا إما نفي يا إما إيه؟ إثبات. لما نيجي مثلا تهمة يا إما ننفيها يا إما نثبتها، فهل هناك حكم في أي محكمة دولية أو يعني بيقولوا إيه؟ التهمة ثابتة ليست ثابتة وثابتة، يعني في واسطة بين يعني لا ما فيش. فكذلك ليست هناك واسطة بين الموجود والمعدوم.
المنازع عمليه، تمام كده، مكابر، يعني عنده شيء من العناد والكبر، جعل الوجود اخص من الثبوت. زي ما انا اقول لكم كل ايه وكل موجود ثابت، لكن مش كل ثابت موجود، يبقى الوجود اخص. فقد يكون الشيء ثابت وليس موجود، لكنه اذا كان موجودا يكون ايه ثابتا. يبقى المنازع مكابر، وقد جعل الوجود ايه اخص من ايه، تمام كده. وبعدين عندنا دلوقتي ايه ثبوت وعدم وايه ونفي، يعني احنا بنقول المعدوم هو المنفي، خلاص ما دامت منفي يبقى معدوم. لكن اللي ذهب الى غير ما حققه اهل السنه جعل شيء كده غريب، ان الموجود ده ذات لها الوجود، الموجود ذات لها الايه، والعدم او المعدوم ذات لها العدم. ما دام الذات يبقى ايه لها ثبوت لكن ليس لها وجود، هذا ذات وهذا ذات، فجعل الوجود ذاتا او الموجود ذاتا لها ايه صفة الوجود، والمعدوم ذات لها صفة العدم. لماذا جعل المنازع ذلك؟ لتكون الصفة واسطة. ولذلك لما عرفوا الحال قالوا ايه، هي صفة لموصوف ليست موجودة وليست معدومة، اللي هي الايه الواسطة. لو كان هذا اصطلاح يبقى ما فيش ايه مشاحة في الاصطلاح. يلا شيخ اقرأ كده يا شيخ محمد. والمعدوم، قال المصنف رحمه الله: والمعدوم ليس بشيء إن أريد بالشيء الثابت المتحقق، على ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية ترادف الوجود والثبوت. لما نقول احنا عند الآل السنة ثابت شيء موجود، كل ده ايه الفاظ، يا اما متساوية يا اما مترادف. من ان الشيئية ترادف الوجود والثبوت، والعدم يرادف النفي. العدم يرادف النفي. فهذا حكم ضروري لم ينازع فيه الا المعتزلة. كيف نازع فيه المعتزلة؟ قالوا المعدوم، شوف كده بس خد بالك، المعدوم على قسمين، في معدوم ممكن وفي معدوم مستحيل. المستحيل لا منازعة فيه، الكل يقول إن المعدوم المستحيل ليس بشيء، إنما النزاع في المعدوم الممكن. فعندنا عند أهل السنة ليس بشيء، وعند المعتزلة شيء، يعني ذات لها العدم، يعني ذات متقررة في العدم لكن ليس لها وجود. القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج، ثابت مش موجود، وإلا حيبقى اتصف الشيء بإيه؟ بضده. ليه؟ لأنه عندهم كلمة ثابت ليست إيه مرادفة لكلمة موجود، وإنما ثابت أعم، فلها ثبوت وليس لها وجود. لها ثبوت يعني لها تقرر، لها تميز، لكن ما لهاش وجود. ولهم أدلة على ذلك إيه، سواء كان عقلية أو نقلية. فهذا حكم ضروري لم ينازع فيه إلا المعتزلة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في الخارج. ثابت مش موجود. وإن أريد أن المعدوم لا يسمى شيئا فهو بحث لغوي مبني على تفسير الشيء. والله لو أريد أن المعدوم لا يسمى شيئا يبقى في هذه الحالة الخلاف مش هيبقى خلاف مثلا عقدي أو خلاف كلام، إنما هيبقى خلاف لغوي، بحث لغوي. يبقى معناه إيه؟ أهل اللغة بماذا فسروا الشيء؟ ماذا قالوا؟ يعني عرفوا الشيء بما، يبقى لغة. لذلك نجد في اللغة يحتمل كل ده، يعني اللغة واسعة تحمل تصحيح كلام أهل السنة وكلام أهل الاعتزال، فهو بحث لغوي
مبني. أولا ما هو الشيء في اللغة؟ تجد أنه سيبويه قال حوالي 6 أقوال، الشيء بمعنى الممكن، وكل ده ممكن نجيبوه من القرآن الكريم، إن الله على كل شيء قدير. لو كان الشيء موجود يبقى معناها تحصيل حاصل، يبقى الله تعالى قادر على إيجاد الموجود، يبقى خطأ، قادر على إيجاد الممكن، لأن الله على كل شيء يعني على كل ممكن. طب إن الله بكل شيء عليم، الشيء هنا يشمل الأقسام، حتى المحال معلوم والممكن معلوم والموجود معلوم، أقسام الحكم هنا أوسع. فإن الله بكل شيء عليم يعني بكل شيء موجود ومستحيل وممكن. طيب ولا تقولن لشيء يعني مقدر في الذهن، لأنه ليس له وجود حتى، شفت كده؟ فالقرآن أو اللغة فيها إيه؟ معاني كثيرة تصل إلى 6، وموجودة في الكتاب لسيبويه، اسمه كده الكتاب، إمام النحو. وإن أريد وإن أريد أن المعلوم لا يسمى شيئا فهو بحث لغوي مبني على تفسير شيء أنه الموجود أو المعدوم. لأنه في اللغة ممكن يقال الموجود شيء والمعدوم شيء في اللغة. طب مين اللي ذهب إلى تفسير أن الشيء هو الموجود؟ الأشاعرة أهل السنة. ومين اللي جعل المعدوم شيء؟ المعتزلة، بس مش كل المعتزلة، الجاحظ ومعتزلة البصرة. اللي قالوا بشيئية المعدوم الجاحظ ومعتزلة البصرة. طيب وبعدين؟ أو ما يصح أن يعلم ويخبر به. أن يعلم ويخبر. أن يعلم ويخبر به أو يخبر عنه. عنه. يبقى عندنا إيه في اللغة؟ يقال للشيء للموجود شيء، ويدل على ذلك القرآن الكريم، لأن القرآن مبني على المعاني اللغوية. قال تعالى وكل شيء أحصيناه إيه؟ كتابة. يبقى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أو أحصيناه كتاب. ومعلوم أنه لا يحصى المعدوم، يبقى معنى كده شيء يعني موجود، شيء يعني معدوم، إنما أمره إذا أراد شيئا، لأنه لو كان موجودا كيف يقول له كن فيكون هو موجود. يبقى الشيء هو الموجود كما ذهب إلى ذلك مين؟ الأشاعرة. والشيء هو المعدوم كما ذهب إلى ذلك الجاحظ ومعتزلة البصرة. أو الشيء، شوف كده هنا معنى واسع، ما يصح أن يعلم. وما يصح أن يعلم يدخل فيه الموجود والممكن والمعدوم، لأنه كل ده إيه؟ يصح أن يعلم ويخبر عنه. فمثلا تقول شريك الباري معدوم، هذيك أخبرت عنه، يبقى ده شيء لأنه أخبر عنه. يعلم المستحيل، بحر من زئبق، هذا شيء لكنه إيه؟ غير موجود، لكنه معلوم، يعلم، يخبر، يعلم إيه؟ ويخبر عنه. خلاص كده يبقى عندنا، شوف الموجود زي ما قال إيه أهل السنة، المعدوم كما قال إيه الجاحظ ومعتزلة البصرة. أو ما يصح، يبقى هنا أعم من أن يكون موجودا، كل ما يخبر عنه أو يصح أن يعلم يعني أن يكون معلوما. مين اللي قال أن الشيء هو الموجود؟ أهل السنة أشاعرة. مين اللي قال المعدوم شيء؟ المعتزلة، المعتزلة البصر. طب من الذي قال ما يصح أن يعلم ويخبر عنه؟ الزمخشري، ومعاه مين؟ سيبويه. سيبويه قال أنه أي شيء يعلم عنه ويخبر عنه، سواء كان موجود مش موجود، مقدر، كل ده إيه؟ يدخل فيه في كلمة شيء. يبقى إيه؟ ما يصح أن يعلم وإيه؟ ويخبر عنه. يبقى الأول اللي هو الموجود قول مين؟ وما كم قول دلوقتي عندنا؟ 3. الشيء الموجود
المعدوم ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، ده لواحد يعني يعلم أو يخبر عنه. يبقى عندنا كام قول؟ ثلاثة. يبقى الأول قول أهل السنة، والثاني قول الجاحظ ومعتزلة البصرة، خلاص، ويلزمهم المستحيل، والثالث قول الزمخشري. كم قول ده؟ ثلاثة أقوال. يلا، فالمرجع إلى النقل وتتبع موارد الاستعمال. ده بيبقى لو رجعنا إلى النقل يعني إلى النصوص وإلى إيه؟ تتبع موارد الاستعمال، يعني فيما استعملت كلمة شيء. فنجد مثلا القرآن الكريم في قوله تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يعني لم يك موجودا. يعني هو خلقناه من قبل يعني ولم يك إيه؟ يعني إيه معنى لم يك شيئا؟ يبقى لم يك موجودا. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ومعلوم أن المعدوم لا يسبح. يبقى هنا إيه الآيات دي أو النصوص دي استعملت الشيء بمعنى إيه؟ الموجود. ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يعني لم يك إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني وإن من شيء موجود، لأن المعدوم لا تسبيح له. في كمان نص ثاني واضح: كل شيء هالك والمعدوم لا يتصف بأنه هالك. هل نقول يبقى الذي يقال إنه هالك وإيه؟ هو الموجود. أما إذا استعمل شيء في غير الموجود يبقى هذا مجاز. يبقى الحقيقة أن الشيء لا يستعمل إلا إيه؟ في الموجود. وهذا هو تصحيح مذهب أهل السنة والجماعة. وعندنا كما قال الشيخ اللطاني: وعندنا الشيء هو الموجود. طب يبقى أن يقول قائل: المعتزلة جابوا من القرآن نص أنه يقال للمعدوم الممكن شيء، وهذا النص في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فسماه الله تعالى شيئا قبل تكوينه، ثم لمن يتوجه الخطاب أن يقول له وهو إيه؟ ليس ثابتا، هو مش موجود، هو ثابت. يبقى في حقيقة في ذات يتوجه لها الخطاب كن. لو كان عدم انت كيف يخاطب العدم؟ فعندهم المعدوم له شيئية، له تميز في حال عدم. لكن المحققين من أهل السنة ردوا على المعتزلة وقالوا: هذا ليس خطاب حقيقي، وإنما المراد به سرعة تمثيل إيجاده تعالى للمخلوقات. ليه؟ للإجماع على أن الكلام ليس صفة تأثير، وإنما التأثير للقدرة. فإذا أراد الله شيئا وتعلقت القدرة به يوجد من غير خطاب. أما الكن فيكون، ده قال له ليس هناك خطاب حقيقي، وإنما هو عبارة عن تصوير سرعة إيجاد الله، كأنه إيه؟ يقول لها كن فتكون. نما في الحقيقة ما فيش خطاب. ليه؟ لأن الأشياء توجد بالقدرة وليس بالكلام. الكلام ليس من صفات الإيه؟ يعني الله تعالى خلق الخلق بكلامه ولا بقدرته؟ بقدرته. يبقى الموجود في الآية عبارة عن تشبيه أو تمثيل، أن الله يوجد الأشياء إيجادا سريعا كأنما يقول لها كن فتكون، وليس هناك خطاب حقيقي، لأنهم أجمعوا على أن الكلام ليس من صفات الإيه؟
التأثير. بهذا يكون حسمنا القضية لصالح مين؟ لصالح أهل السنة والجماعة. فلا يقال للمعدوم شيء، وحتى كلمة شيء يعني مشاء، يعني مكون، يعني موجود. أما إذا استعمل في غير الموجود فإنه إيه؟ مجاز. خلاص يا شيخ محمد؟ في رؤية عقدية يعني المعتزلة جعلتهم إن هم يقولوا بشيئية المعدوم، يعني حاجة تبع أصولهم أو عندهم الماهية أو الماهيات ليست مجهولة، وإنما الجعل في إخراجها أو إبرازها إلى الوجود، إنما هي في ذواتها حقائق. انتفاع الأموات بدعاء وصدقات. خلاص كده موضوع شيئية المعدوم يبقى الحقيقة عند مين؟ عند أهل. لأنه لو كان الشيء المعدوم لو كان شيئا لدخل في قوله تعالى إن من شيء إلا يسبح، كيف يسبح وهو ليس موجودا. انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، بدعاء وإيه؟ وصدقات، يعني مش عشان لا تتكل على الدعاء فقط، وصدقات. فبجانب الدعاء في إيه؟ صدقات. وقد يكون الصدقة أسرع في النفع والبركة. وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم، أي صدقة الأحياء عنهم، يعني في حاجة اسمها صدقات الأحياء عن الأموات، فهذه الصدقة يجري ثوابها للميت وهي من عمل الحي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم إيه؟ صدقة جارية ودعاء وإيه تاني؟ ولد صالح له، علم ينتفع به، ولد صالح، صدقة جارية. وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم، أي صدقة الأحياء عنهم أي عن الأموات، نفع لهم، يعني تنفع الأموات. وهذا طبعا شيء مقرر واضح كالشمس في ضحاها، لكن مش عارف، خلافا للمعتزلة قالوا لا، يعني الأحياء يأخذوا ثواب وكذا، لكن ما ينفعش اللي الأموات لا الصدقات ولا الدعاء. طبعا السلفية تأثروا بمين؟ بالمعتزلة. خلافا للمعتزلة تمسكا بأن القضاء لا يتبدل، القضاء يعني الفصل، أن الله تعالى قضى يعني فصل، تم الفصل في الأمر، معنى قضى يعني حكم. وما قضاه الله تعالى في شأن المخلوقات لا يتبدل، واستندوا إلى قوله تعالى ما يبدل القول لديه. فما معنى الدعاء؟ يعني لا يبدل القضاء، قضاء لا يتبدل. وبعدين كل امرئ بما كسب رهين، يعني هو مرهون بما كسب، والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره. يبقى ما فيش صدقة من الغير تنفع ولا دعاء، لأنك تجازى على إيه؟ على عملك، والثواب يكون إيه؟ للأعمال التي عملتها لا لما عمله غيرك، وأنت مرهون، كل نفس بما كسبت رهينة. ده النصوص اللي استدلوا بها مين؟ المعتزلة. يبقى كل نفس، الأول حاجة قالوا القضاء لا يتبدل، ما يبدل القول لدي، واستدلوا بقول تعالى، هنا أشار الشيخ كل نفس مرهونة، اللي هو إيه؟ كل نفس بما كسبت رهينة. وبعدين المرء مجزي، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وبعدين واتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود. كيف واحد ياخذ ثواب غيره او صدقه؟ لا، كل واحد عمله نفسه، نفسي نفسه.
وبعدين جابوا كمان نصوص نص تاني قال ليس للإنسان إلا ما سعى، بس لا يصلك إلا سعيك. هذه نصوص كثيرة سواء كان في القرآن أو في السنة، ولكنها نصوص مخصوصة، آيات مخصوصة ومقيدة أيضا بالكتاب، يعني في نصوص أخرى تقيدها فلا تحمل على أنها إيه مطلقة. يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ده مخصوص مقيد بسياق في صحف إبراهيم وموسى، أما أمة سيدنا محمد لهم ما سعوا وما سعي لهم. ولنا يعني النصوص هذه مخصوصة لها تقييد بنصوص أخرى. ولنا ما ورد في الأحاديث الصحيحة من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة. وبعدين الآية بتاع ما يبدل القول لدي ده في سياق معين اللي هو الحكم لأهل النار، يعني هذا ما لدي ألقيا في جهنم كلك، وقال قريم ربنا ما أضيت ولكن كان في، قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول. الوعيد اللي هو في الآخر يعني مرتبطة به بسياق، لأنه في نصوص أخرى أنه في محو وفي إثبات، وأنه في قضاء مبرم وفي قضاء معلق، يعني في تبديل وفي تغيير. ولنا يعني لأهل السنة في الاحتجاج على مين؟ على المعتزلة لما ذكروا أن القضاء لا يتبدل، أن كل نفس مرهونة بما كسبت، والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره. يعني كيف أنت تأخذ ثواب وحسنات من غيرك؟ فالجواب أنه تعليق الرحمة بالدعاء أو الصدقة، تمام، ده من القضاء أيضا. يعني نفهم الناس دي انه ان الدعاء ينفع ليه، لان الدعاء ايضا من القضاء، لولا ان الله قضى ان يدعو الانسان فينتفع فهذا مقضي ايضا. يعني الحديث لا يرد ليه القضاء الا الدعاء، وان الدعاء من القضاء، لأن الله إذا لم يقضي أو يقدر أنك تدعو لا تدعو. وكذلك الصدقة توسع رزق الإنسان ويؤخر أو يبارك في عمره، أيضا هذه من القضاء. فإذا كان الله قضى أن هذا يدعو وهذا يدعو، أو أن هذا يتصدق وهذا لا يتصدق، إذن لا يتبدل، فإن كل قدر يجري على سبب. صحيح أن الله تعالى قدر، لكن ربط الأمور المقدرة بالأسباب، زي ما تراه في أمر الحرس والنسف وغيرهما، والدعاء من جملة الأسباب. فالله تعالى أجرى السنة الكونية أنه يقضي على الإنسان بشيء، لكن يجعل لهذا القضاء سبب، والسبب يكون في كسب للعبد، زي الله تعالى قدر في الأزل أنه سيكون لك أولاد، لكن تتزوج، هل يأتي الأولاد من غير زوجة؟ زمان كانوا يقولون لنا احنا رايحين للامتحانات ولا نذاكر نهمل في المذاكرة، فكان الشيخ المربي يقول من يطمع في النجاح من غير مذاكرة كمن يريد ولدا من غير زوج. يبقى الله تعالى لو قدر انك هيكون لك اولاد يبقى معناها قدر او ربط ذلك بالزواج، وهكذا. يبقى اذن هذا لم يخرج عن القضاء.
ولنا ولنا ما ورد في يعني ولنا في الرد عليهم ولنا ما ورد في الأحاديث الصحيحة من دعاء من الدعاء للأموات خصوصا في صلاة الجنازة. يعني أحاديث صحيحة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل البقيع وقال اللهم اغفر أو ارحم أهل بقيع الغرقد. ولو كان الدعاء لا ينفع الأموات كيف وردت به الأحاديث الصحيحة وخصوصا في صلاة الجنازة؟ مش فيها دعاء للميت اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخضايا اللهم باعد بينه وبين، مش هذا الدعاء؟ وإجماع الأمة على أنه الدعاء في صلاة الجنازة ده ثابت ومتواتر، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفسد، دعاء المأثور أو غير المأثور. وقد توارثه السلف ولو لم يكن للأموات نفع فيه. وقد توارثه السلف والخلف عن السلف، فلو لم يكن للأموات نفع فيه لما كان له معنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين. أمة يعني جماعة، ما من ميت، وذلك استحب كثرة الإيه؟ الصفوف وكثرة الأعداد. ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين، الحديث ده في صحيح مسلم في كتاب الجنائز، تصلي عليه أمة في كتاب الجنائز باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، يعني قبل الله دعاءهم. شفعوا يعني طلبوا المغفرة فالله تعالى قبل دعاءهم، يبقى كده إيه؟ شفعوا فيه. فلو كان الدعاء لا ينفع وعندنا أن الدعاء ينفع، يبقى إيه معنى مشروعيته في صلاة الجنازة وأحاديث كثيرة جدا؟ عن سعد بن عبادة، وعن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله. وبعدين كلام المعتزلة كلام فارغ، يقول لك أصله إذا ربنا أراد أو قضى أن هذا الشيء يحصل هو يحصل سواء دعا الإنسان أو لم يدع، يعني اللي حيحدث حيحدث دعوت أو لم تدعو. فنقول لهم خلاص، نضع بين أيديهم الطعام ونقول لهم إن قضى الله أن تشبعوا فسوف يحدث الشبع سواء أكلتم أو لا، ولا تتزوج، لأن الله إن قضى أن يأتيك الولد سيأتيك سواء تزوجت أو لا. وكذلك في الامتحان، إن قضى الله أن تنجح فسوف تنجح سواء ذهبت إلى الامتحان أو لم تذهب. هل هذا ينفع؟ ده من غير ما تروح الامتحان، مش من غير ما تذاكر، من غير ما تذهب الى الامتحان تجد نفسك من الناجح، ومن غير ما تدخل كلية تجد نفسك معك شهادة إذا قضى الله ذلك. إنما الرد عليهم أن الله ربط جميع الأمور بالأسباب. وعن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت. ده الدعاء، يعني ده الحديث ده في سنن أبي داود، سيدنا سعد قال: يا ابن عبادة، يا رسول الله إن أم سعد والدته ماتت، فعاوز يعمل إيه؟ صدقة، عمل يعني يجري ثوابه عليها بعد موتها. فلو كان إنسان لا يثاب، يعني لا يأخذ ثواب من عمل الآخرين، كان النبي قال له هذا لا يجوز، إنما بيقول له فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء أفضل حاجة، الماء، لأنه العطشان والماء يعني به حياة النبات وحياة الإنسان، وجعلنا من الماء إيه؟ أفضل شيء. الآن طبعا منعوا الماء ومنعوا عشان الكورونا، وعين الإنسان يكون في أشد العطش وليس معه ثمن يشتري ماء، أو ما فيش مكان بيباع فيه، ما فيش. كان الأول تمر أمام المساجد تجد ليه الكولدير والماء، وكان كثير حتى البهائم، الآن إذا عطشت لا تجد ماء. قال: أفضل صدق الماء.
فحفر بئرا. طبعا ما كانش في ايامهم في ثلاجات وكل دير، حفر ايه بئر، وقال هذه لام سعد، يعني ثواب هذا الماء من شرب منه انسان او طير او حيوان يكون الثواب لمين؟ لام سعد. فلو كانت الصدقه لا تنفع الميت، وقال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء يرد البلاء والصدقه تطفئ الغضب. شوف، الدعاء يرد البلاء، ان الدعاء ينفع من البلاء الذي نزل والبلاء الذي لم ينزل. الذي لم ينزل الدعاء يمنعه، خليه ما ينزلش، والذي نزل الدعاء يرفعه، يعني يحدث له التفريج ويحدث له الفرج بإذن الله تعالى بسبب الدعاء. والصدقة تطفئ غضب الرب. طبعا والصدقات مش معناها المال، والصدقات كثيرة، حتى بعضهم قال إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر. هي كثيرة بس مش عشرة، يعني علوم بثها ككتاب مصحف ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري، الصدقة الجارية، وحفر لبئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، يعني عمل بيت مسكن للطلبة الغرباء يسكنون فيه، أو ساحة لله ليس يأخذ منهم إيه مقابل ويرفع عليهم في السعر، الغرفة مثلا ب200 يقول له ب500، هل هذا يساب على هذا؟ وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر، مكان يجتمع الناس فيه للذكر. بعدين إيه؟ وتعليم لقرآن، وراثة مصحف، وتعليم لقرآن فخذها من أحاديث بحصري، يعني كل تجمع من الأحاديث تجد أشياء كثيرة، منها النخلة يستظل بظلها، البئر، مكان للضيافة، الطعام، الايه الطعام، الماء، العلم، توريث مصحف، الدعاء، انواع الايه الصدقات كثيره جدا. وقال صلى الله عليه وسلم: ان العالم والمتعلم اذا مر على قريه فان الله تعالى يرفع العذاب على مقبره تلك القريه 40 يوما. الحديث ده فيه كلام ان العالم والمتعلم، يعني طالب العلم، لو مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما. الشيخ البقاعي قال هذا حديث لا أصل له. وبعدين العجلوني في كشف الخفا قال ده حديث موضوع. ليه؟ قال: ومما يستدل على وضعه ركاكة المعنى. ليه؟ قال: لأنه يلزم إذا كان صحيحا، لو واحد عالم أو طالب علم في كلية الشريعة أو في كلية أصول الدين أو في دار العلوم مر على قرية، يروح ربنا يرفع عليه العذاب 40. قال لك ده لو كان ده صحيح، لو مر النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع العذاب أبدا، أن النبي كان يمر على القبور ولم يرتفع العذاب عن أهلها، فمن باب أولى إذا كان الحديث صحيحا. يبقى يعني الحديث ده إيه؟ ليس له أصل، مشكوك فيه، موضوع. والأحاديث والآثار، في أحاديث وآثار في هذا الباب أكثر من، لكن هذا الحديث ليس صحيحا. وذاك السيوطي قال لا أصل له، والعجلوني ذكر في الموضوعات. الدعاء، الدعاء: والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، بقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، بقوله صلى الله عليه وسلم. أولا الدعاء طبعا مخ العبادة، في رواية الدعاء هو العبادة، والله تعالى وعد في كتابه وعدا صريحا، قال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا.
فالله تعالى يجيب الدعوات ويأخذ الحاجات. قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. يعني لا يستعجل الإنسان في الدعاء. يعني إيه كيف يستعجل؟ يقول دعوت فلم يستجب لي، خلاص. يبقى إذن ما الذي يدريك أن الله لم يستجب؟ اطلعت الغيب؟ ممكن الله تعالى يصرف عنك من البلاء أفضل مكان يعطيك للطلب، أو أن الله تعالى يمهلك لأنه يريد أن يتحقق منك معنى العبودية، أو أن الله يدخر لك. فكل دعاء مستجاب، لكن الإجابة ليست على مزاجك، حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يقدر. فكل الدعاء مستجاب طالما إيه؟ لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، خلاص. ما الاستعجال؟ يقول دعوت وقد دعوت فلم إيه؟ فلم يستجب لي. ولقوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين الإنسان لما يستعجل هيقول أنا دعوت الله وربنا ما استجابش، فهذا يدعو إلى ترك الدعاء، لأنه علم أنه لا إجابة، يقول لك خلاص حيترك الدعاء، هذا هي المصيبة. وأعلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني من غير إجابة، من غير عطاء. الله تعالى شديد الحياء، الله حي منصوب بالحياء، فإذا رفع العبد وقال يا رب من الذي يجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعا. فالله تعالى كريم، يعني ليس الله تعالى يعني كالناس يمكر أو عنده طبع، لا، جواد كريم. وأعلم أن العمدة في ذلك صدق النية، يعني العمدة في ذلك يعني في إجابة الدعاء أنك تكون صادق النية وخلوص الطوية عن الإخلاص، طوية عن الباطن، وحضور القلب. قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إيه معنى موقنون؟ يعني تدعو الله وأنت على يقين أن الله يجيبك، ولكن الإجابة لها صور، مش معنى أن الله يجيبك يعني يعطيك نفس الطلب، هذا يمكن أيضا، لكن أجابك لكن بطريقة أخرى لو عرفتها. وأحيانا ربنا يمنع الإجابة بس لحكمة، ولو أن الله فتح لك الفهم في هذه الحكمة لعاد المنع عين العطاء. ده تقول الحمد لله لربنا ما أعطاني، يكون المنع هو العطاء. واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية وخلوص الطوية وحضور القلب. قوله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل الله. لا من قلب غافل الله، يعني يكون في حضور القلب. واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافر؟ السؤال هنا إذا هل شرط الدعاء أن يكون من مسلم أو من مؤمن؟ يعني هل الكافر يستجاب دعاؤه؟ طبعا الجمهور قالوا لا يستجاب الدعاء من الكافر، لقوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لكن الصحيح أنه حتى الكافر، ليه؟ لأنه من الذي خلقه؟ الله تعالى. ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه، ولأنه يعني الكافر لا يدعو الله لأنه لا يعرفه. لكن احنا بنقوله لو دعا، إنما إذا لم يدعو خلاص. لأنه وإن أقر به فلما وصفه بما لا يليق به فقد نقض إقراره. يعني بيقولوا الكافر وصف الله بما لا يليق، جمعنا كذا أنه لا يعرف الله، يعني هو ما فيش كافر ولا مؤمن إلا ويعرف الله.
مش حد مخلوق ما يعرفش ربنا، لكن الكافر يعرف معرفة خطأ خاطئة، مش معرفة صحيحة، لكن لا نقول إنه لا يعرف، ويعرف لكن المعرفة اللي عنده غير صحيحة. وما روي في الحديث من الحديث دعوة المظلوم تستجاب وإن كان كافرا، ده معناه إيه ده؟ بس هم قالوا إيه؟ شوف كده التأويل، لما يجي الحديث ما يمشيش على رأيه، وقال الكافر لا تستجاب له دعوة، أما الحديث أن المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا، قال لك كفر النعمة محمول على كفران النعمة. وجوزه بعضهم إيه؟ يعني جوز أن الكافر يستجاب، وهذا الصح، هذا هو اللي احنا عليه. ليه؟ لقوله تعالى حكاية عن إبليس، ربنا وصف إبليس بالكفر، قال رب فأنظرني، فقال الله إنك من، وهذه إجابة، ها مش كده؟ يبقى الدعوة تستجاب من الكافر إن شاء الله تعالى لحكمة يعلم. وإليه ذهب أبو القاسم، وإليه يعني إلى إيه؟ إلى الجواز، ذهب أبو القاسم الحكيم. وأبو نصر الدبوسي، بفتح الدال وعدم التجديد بالتخفيف، الدبوسي، الدبوسي مش الدبو، ما تشددش الباء بالتخفيف، والضم هنا خطأ، البلد اسمها إيه؟ الدبوسي. قال الصدر الشهيد وبه يفتى، هو اللي بنفتي به. يبقى إذن طب في توفيق بين الرأيين في رأي إنه إيه؟ طبعا ما هو الآية صريحة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، بس ده في سياق إيه؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا فادعوا وما دعاء. هنا يبقى هنا نربط السياق عشان نفهم، عشان نوفق بين النصوص، لكن في رأي يجمع بين ذلك أنه دعاء الكافر يمكن أن يستجاب، بس في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة، والآية اللي فيها وما دعاء الكافرين ده في أمور الآخرة، ادعوا ربكم وهم في النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من، قالوا إيه؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا إيه؟ فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في إيه؟ يبقى إذن الدعاء من الكافر ممكن يستجاب في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة، وبهذا يحصل التوفيق بين الآيات، بين الآية والحديث، واضح؟ يعني الكافر لو أن دعا عند الاضطرار الله تعالى يجيب، أما يجيب المضطر إذا دعا، وكونه بيقول لك الكافر لا يدعو الله لأنه لا يعرفه، هذا إيه؟ لأن الكافر يعرف الله، لكن معرفة فيها خطأ، فيها نقص، فيها تشبيه، فيها تجسيم، لكنه يعرف بدليل أنه إيه؟ في قوله تعالى إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني معناها الكافر عند الشدة يقول يا رب، هو كافر ليه؟ لأنه جاحد كذا، لكنه إيه؟ مفهوم في حاجة هنا. يلا أشراط الساعة، وبعدين الدرس الأخير إن شاء الله اللي هو المجتهد، يعني الباقي ده إيه؟ في الدرس الجاي. أشراط الساعة وما أخبر به النبي، ولا نخلي الساعة في مع الدرس الجاي عشان طويل. طيب يلا. وما أخبر به أشراط الساعة يعني علامات الساعة، كلمة أشراط جمع إيه؟ شرط، مش شرط، شرط جمع شرط بفتحتين زي قلم وأقلام، شرط وليس شرط، شرط يعني علم، يعني هي أعلام الساعة. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أي علاماتها من خروج الدجال ونبات الأرض، خروج الدجال من الدجل، كلمة الدجال سمي لأنه إيه؟
الدجل يعني اللبس والتمويه، وقال فلان يجادل يعني يموه. خلاص. والدجال ظهر أو ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليه؟ يدل على ذلك حديث تميم الداري لما وجدوه مقيد في السلاسل وكذا، الصحابة لما شافوه كانوا في جزيرة، فهذا دليل على أنه إيه، حتى قال إن يظهر وأنا فيكم فأنا حييجه، لكنه مقيد بالسلاسل ولم يظهر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث تميم الداري يدل على أنه كان مولودا وكان موجودا. وفي حديث ثاني أنه الدجال ليس موجود الآن، إنما يوجد في آخر الزمان، لأنه في حديث سيخرج عليكم الدجال من أرض المشرق، من أرض خراسان. يبقى في أحاديث ممكن يوفق كلمة سيخرج معناه يظهر، إنما هو إيه، موجود الآن، بدليل حديث ليه تميم الداري والصحابة شافوه. من خروج الدجال ودابة الأرض. دابة الأرض اللي هي إيه، موجودة في سورة النمل، وإذا وقع القوى أخرجني لهم دابة، والدابة دي يركب عليها الدجال، يطأ الدابة دي ويجوب إيه الأرض. وهذه الدابة لا يدرى قبلها من دبرها، لأنها كثيرة الشعر، الشعر مغطي جسمها كله، فمش عارفين فين القبل وفين الدبر، فين شعر إيه كثير جدا. وما بين المفصلين يعني بين الكتفين حوالي 12 ذراع، تمام، بذراع آدم. ولما تخرج من أجياد عند المسجد الحرام تخرج في 3 أيام، 3 أيام وهي تخرج، ولا يخرج إلا ثلثها، يعني الثلث بس والباقي لسه لم يخرج. لها أوصاف غريبة الدابة. ويأجوج ومأجوج. وبعدين يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج اسم رجلين، واحد اسمه يأجوج والثاني اسمه مأجوج، يعني رجلان من بني يافث ابن سيدنا نوح، يعني سيدنا نوح جدهم أولاد يافث ابن، واحد اسمه يأجوج والثاني اسمه إيه، وكل واحد له ذرية كثيرة جدا، فسميت الذرية باسمهما، فيقال يأجوج، ولا يراد الرجل ولكن يراد ذريته، وكذلك إيه مأجوج، وسموا يأجوج ومأجوج من الموج والاختلاط الشديد، يموج بعضهم في بعض. ونزول سيدنا عيسى عليه السلام حينزل عند المنارة البيضاء في شرق دمشق، يمكث في الأرض 7 سنين، خلاص، ولا يكون بين 2 عداوة، يبقى الناس فيش عداوات بينهم أي شيء. ثم أرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبض، فلا يبقى إلا شرار الخلق، فلا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله. يا سيدنا عيسى 7 سنين وكي ترسل الريح فيموت كل المؤمنين فلا يبقى إلا الكفار، لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع، يعني كافر ابن كافر. وطلوع الشمس من مغربها إما تطلع باستمرار، إما تطلع 3 أيام ثم تعود إلى الإيه، إلى مشرقها، الله أعلم. لأنها اللي أشراط الساعة أمور ممكنة، ليست لم يخبر فيها بأمر مستحيل عقلا، كلها أمور ممكنة، وطالما هي أمور في دائرة الإمكان العقلي وأخبر بها الصادق المصدوق فنؤمن بها على ظاهرها ولا نؤول، لأنه ليس هناك ما يقطع
من أن المعنى الظاهر إيه مراد. وقال حذيفة بن مسيلمة، حذيفة ده تصغير كلمة حذفة من حذف الخزف، حذيفة تصغير، حذيفة ابن أسيد أو أسيد. وقال حذيفة ابن أسيد الغفاري، أسيد الغفاري، اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال وما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. ونحن نتذاكر فقال وما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، للآيات الكبرى، علامات الساعة الكبرى، في قسمت إلى صغرى وإلى إيه، وفي اللي قال الوسطى كمان. الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس. العلامة الكبرى الدخان، يوم تأتي السماء بدخان، الدخان يوم تأتي، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان، والدجال والدابة، طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثلاثة. وكام عد دلوقتي؟ دخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس، نزول عيسى، كام؟ 5، مش كده؟ وثلاثة كده 8، 3 خسوف، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، كم؟ 10. تطرد الناس إلى محشرهم، والمحشر حيبقى في أرض الشام. فإذا هم مش حاجة في مصر خالص كده، الحمد لله ربنا سلم، حيبقى إيه في مصر؟ حيبقى، وقال لك خسف بالمشرق، ممكن يكون المهم مصر من المشرق، يعني المشرق كله ده، وخسف في المغرب، وخسف يبقى في مصر، خسف الثاني. والأحاديث الصحاح في الأشراط كثيرة جدا، يعني هي تصل. أنا سألت بعض أهل الحديث قال إنها متواترة في المعنى، ليست أحاد، ولذلك كان الإيمان بأشراط الساعة من أركان الدين. في حديث إيه سيدنا جبريل، الأركان الدين كام؟ 4، الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، مش كده في الحديث؟ أتاكم جبريل وعلمكم دينكم، فكده 4 أركان، فيبقى أشراط الساعة من الدين، ويبقى كده معنى كده الأحاديث فيها مش أحد، متواترة. ولازم نعلم الناس هذا، في بعض الناس ينكر نزول عيسى وينكر أشياء كثيرة ويظن أنها أحاديث أحد، لا، هي الأحاديث في الجملة متواترة. وقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفيتها، فيطلب من كتب التفسير والسير والتواريخ. لو عاوز التفصيل وال وعاوز المفردات والكذا، يبقى يرجع إلى كتب التفسير وكتب السير وكتب الإيه التاريخ. هنقف عند إيه المجتهد، وهذا إن شاء الله سيكون الدرس الإيه الأخير حسب التيسير، أو يكون قبل، بس إن شاء الله إيه آخر الكتاب.